ابنتي لماذا تبكين؟ أمي لا أريد الانتقال إلى مدرسة جديدة. لهذا سبب تبكين؟ أمي في المدرسة القديمة كان لدي صديقات ودرجاتي كانت جيدة، وماذا الآن؟ انتظري، تدرس هناك الفتيات من الحي المجاور وأنت تعرفينهن. هناك أيضا إيريك. ولكن أمي أنا لا أريد. سأعجبك ذلك. هل تعرفين قدر المال الذي دفعناه أنا ووالدك مقابل كان ذلك؟ كان الأفضل لو أعطيتموني ذلك المال. أعرف كيف أحسن مزاجك. من الأفضل أن ترجعيني إلى المدرسة القديمة. لا، ستكونين أفضل حالا في المدرسة الجديدة. ولكن أمي أنا لا أريد ذلك. ستذهبين، أمك تريد فقط الأفضل لك. هيا اذهبي وإلا ستتأخرين عن الحافلة. لن أسمح بذلك أبدا. هيا اذهبي. مرحبا إيريك، كم أنا سعيدة برؤيتك. لم أفهم، كتب أنه سيكون هنا. ربما اختبأ في الخزانة. النجدة. يا إلهي، ما كان ذلك؟ ميا، هل أنت بخير؟ كدت أن تسقط الخزانة علي وأنت تمسكها بإصبع واحد؟ أوي، عن طريق الخطأ. لقد فعلتها من تلقاء نفسي. يا إلهي، أنا سعيدة برؤيتك للغاية. أنا سعيد جدا لأنك ستدرسين معي الآن. أتعرف، لم أكن أرغب جدا في تغيير مدرستي، ولكن الآن اختلف الأمر كثيرا. إيريك، أتيت إليك، لقد وعدتني بأننا سنقوم بالواجبات معا. أنا وعدتك؟ نعم، هل أنت نسيت؟ لم أفهم، هل يمكنك أن تشرح لي من هذه؟ آمية، هذه سيندي، إنها تدرس معي في صف واحد. واضح، إذن سيندي. وأنا ميا، تشرفنا. إيريك، لماذا لم تقل من قبل أن لديك صديقة؟ لا أحد يعرف من أنا؟ كل شيء واضح معك يا إيريك. ميا، انتظري. من المؤسف أن ميا أتت إلى هنا، وإلا كان إيريك لي. حسناً، هل تعرفتم جميعاً إلى طالبتنا الجديدة ميا؟ بالطبع، نرحب دائماً بالطلاب الجدد. كيف أقول لكم، ليس بالجميع. شكراً لك يا أستاذ هاري، أنا سعيدة لأنك استقبلتني. أستاذ هاري، لديك أسنان كبيرة. أين؟ لابد أنك توهمتي، ربما لم تحصلي على قسط كاف من النوم، ولكن لا بأس، ستستيقظين بسرعة. أخرجوا الأوراق، سنجري اختبارا. يا إلهي، ما كان علي قول ذلك حقا. حسنا، لقد جرحت. ما تعالي لهنا ميا. لا، إلا هذا. خذي الدمادة، ضعيها على الجرح. ماذا؟ لقد أخفتني جدا. لم أخفك بعد. ليس بعد، أقصد فلنكمل كتابة الاختبار. هذا المعلم غريب جدا. ماذا؟ هل قلت شيئا؟ لا عليك، لم أقل شيئا. يا إلهي، ما هذا؟ لقد كتبت واجبات المنزل للسنة إلى الأمام، ما لا أفعل الآن؟ مرحباً أيتها الذكية، هل انتهيت من كتابة واجباتنا؟ صحيح، أستطيع أيضاً كتابة واجبكم وسيكون هناك شيء لأفعله. ألم تمل من الدراسة؟ أخرج إلى الشارع واستنشق الهواء الطلق. ما بكم؟ أنا لا أتنزه أثناء النهار، هل نسيتما؟ فتيات، هل يمكنني الاهتمام؟ لا، ممنوع. اهدئي، بالطبع يمكنك. أردت أن نتعرف على بعضنا لأنني سأدرس معكم. واو، رائع. حسنا، سأحضر إذن الحلوى الآن. أخبرينا كيف أتيت إلى مدرستنا. أمي نقلتني إلى هنا، قالت أن الوضع سيكون أفضل لي. أعتقدت أنك أتيت عن قصد إلى هنا لأنه صديقك هنا. فتيات، هل نسيتن؟ من سمح لكن بأكل الأشياء السيئة؟ ولكن سيد هاري، أحياناً نشعر برغبة في أكلها. من المفترض أن تتناولن الدم فقط، أو أن تتناولن الطعام الأحمر اللون. Bye.
ماذا حدث؟ أين اختفت الحلوى؟ يا إلهي، لقد أخذ كل شيء. لماذا يجب علينا أكل الطعام الأحمر فقط؟ لقد كانت مزحة، لا تهتمي. كل شيء هنا غريب نوعا ما. حسنا، أعطيتكم فرصة لكتابة الاختبار أثناء الدرس الثاني. أستاذ هاري، لقد انتهيت من الكتابة. عظيم، إذن الجميع يسلم الامتحان. يا إلهي، لم أنتهي بعد. جيد، حسنا، أسرعي أسرعي. ثانية واحدة، لازلت أكتب. قلت لك سلموا بسرعة. لحظة، ماذا حدث للتو؟ رفاق، هل رأيت ماذا حدث؟ ماذا، هل إيريك كان يحدق بي مجددا؟ إيه سيندي، اهدئي. لقد طارت ورقتي بعيدا، إن هذا هراء. هذا ليس عادلا، اسمحوا لي بإنهائه. كم عذب ألم. أستاذ هاري، ماذا حصل؟ أزيح القلم بسرعة، إنه فضي. أعتذر، لقد نسيت، لا أستطيع. افعلوا شيئا أرجوكم. هل هناك خطب ما مع القلم؟ يا للهمية، ستقضين وقتا عصيبا معنا. لا أفهم شيئا، ماذا يحدث هنا؟ حسناً، يكتب هنا أن مصاصي الدماء يخافون من الفضة. مصاصي دماء؟ لا يمكن أن يكون ذلك، لماذا كل شيء هنا عنهم؟ يكتب هنا أن مصاصي الدماء يشربون الدماء. أين الكوكتيل خاصتي؟ شكراً لك، كم أنا جائع. ماذا؟ لا أصدق ذلك، لا إلا هذا. ميا، هل أنت هنا؟ دعينا نتصافح. إيريك، أنت ستخرب كل شيء، أنا أتجسس على المعلم. لماذا تفعلين هذا؟ يبدو أنه مصاص دماء. ميا، ماذا بك؟ ألا ترى أنه يشرب الدماء؟ انتهى الأمر، سأتصل بالشرطة. توقفي، لا تفعلي أشياء غبية يا ميا. ماذا بك؟ ألا ترى؟ علي الذهاب، أراك لاحقا. لم أشبع بعد على الإطلاق. إنه مصاص دماء حقيقي. هناك ماذا بك؟ بعد التجسس عرفت أن إيريك لا يملك عضلات مثل عضلات مايكل من الصف المجاور. هذا يعني أن الأستاذ هاري مصاص دماء. لا، هل ضربت على رأسك؟ عن أي مصاص دماء تتحدثين؟ اذهبي واشربي بعض المياه. فتيات، لقد أحضر النادل له الدم. أتعرفين، يوجد في مطعمنا عصير طماطم، أستاذنا يشربه دائما. وبعد ذلك عض هذا النادل. ميا، هذا ليس مضحكا الآن، توقف عن الكذب. فتيات، أحضروا كتب جديدة إلى المكتبة، فلنذهب لقراءتهم. أوبس، لقد نسيت أنكم لا تجيدون القراءة. جيني، معلمنا مصاص دماء. بنات، ما خطبها؟ لا تهتمي بها، لابد أنها جنت بسبب المشاعر الكثيرة من الانتقال إلى هنا. سوف أثبت لكن، سترين الحقيقة كلها. فتيات، هي لا تعجبني. أها، تهتم بما لا يعنيها. فتيات، سأتولى أمرها، سأشتت انتباهها، وحين سنذهب لقراءة الكتب في المكتبة أو سنكتب الواجبات هناك. ارحلي هيا. سيرى الجميع الآن أنا معلمنا مصاص دماء. أنا متأكدة أنه سيقرأ الأفكار، لن يجلس على هذا الكرسي بالتأكيد. مهلا، ماذا تفعلين؟ أريدكم أن تتعرفوا على الأستاذ هاري. هل تريدين صب الغراء على كرسيه؟ نعم، يجب أن يكون قد خمن هذا، لأن الأستاذ هاري مصاص دماء. يا لك من مجنونة. والآن انتظر. والآن سنبدأ الدرس، قريبا سيكون لدينا اختبار سنوي. ولكن أستاذ جاري، لقد كتبنا مؤخرا الاختبار. كان ذلك اختبارا عاديا، أما هذا فهو سنوي. يا إلهي، تأخرت. حسنا، أنا
مرحبا إيريك، كيف وصلت إلى هنا؟ ألم تلاحظيني؟ كنت هنا منذ البداية. حسنا، أتمنى أن تبلو جيدا في الاختبار. ظهري، لا أستطيع الجلوس. هل هو حقا مصاص دماء؟ نجحت. ورسيت القول أن ما هذا الصوت؟ حسناً، انتهى الدرس. يا إلهي، لقد جلس في النهاية. ربما توهمت ذلك. يا إلهي، كم علي انتظار إيريك؟ إيريك، ها أنت. يا إلهي، ميا، كيف حالك؟ أستاذ هاري، لماذا لا تظهر في المرأة؟ لا تقولي هذا الهراء. هل أنت من صب الغراء على كرسي؟ أنا؟ كيف يمكن ذلك؟ لا تكذبي، أنا أعرف كل شيء. أنا أقول الحقيقة، هذا شخص آخر. إذن يا ميا، في هذه الحالة ستكون لديك علامات سيئة، وإذا لم تحسنيها فسوف أعضك. إنه مصاص دماء. ميا، لماذا أنت على الأرض؟ جيني، أستاذ هاري بالتأكيد مصاص دماء، لن تصدق ذلك. نعم، إنه يمزح بهذه الطريقة. لا، هذه ليست مزحة. دعينا نذهب لكتابة الواجب، هذا سيهدئك. لا، أحتاج إلى إيريك. مفهوم. إيريك، أين أنت؟ كنت أنتظرك وأنت تتحدث مع سيندي هناك. نعم، كنت ذاهبا إليك، ولكن طلبت مني سيندي المساعدة. لا تقلقي، لست بحاجة إلى إيريك. كاد أن يعضني مصاص دماء. من؟ أي مصاص دماء في مدرستنا؟ عن ذلك الأستاذ هاري، قال أن درجاتي سيئة ولهذا السبب سأعاقب. ميا، أعتقد أنك مجنونة، تذهبين وتبحثين عن مصاص الدماء؟ هل تريد أن تلفتي انتباه إيريك؟ نعم. أنتما لا تسمعانني، أنا أقول لكما، الأستاذ هاري مصاص دماء، يشرب الدم ويعض الناس ولا ينعكس في المرآة. كفى، دعينا نذهب. إلى أين؟ إلى الشرطة، سنخبرهم عن الأستاذ هاري. لا، إلى الطبيب، أنت بحاجة للفحص. كل شيء واضح، إذن ابقى مع سيندي. إيريك، لماذا لم تخبرها؟ لا يجب عليها معرفة ذلك حاليا. لقد قلت لأمي أنه لم يكن علي نقلي إلى هذه المدرسة، مدرسة غبية وفيها أستاذ مصاص دماء. ميا، لماذا تبكين؟ لا أحد يصدقني. كيف ذلك؟ أنا أصدقك. هيا قولي، ماذا هذا بخصوصي أنا أستاذ هاري مصاص دماء. كنت تقصدين هذا؟ اعتقدت أنني وحيدة هنا، لقد أرسلتني أمي إلى هذه المدرسة وهناك تحدث أشياء غريبة، وبالإضافة لا أحد يصدقني. لا تبكي، إذا أردت يمكنني أن أصدقك. حقا؟ نعم، ربما أنت على حق. دعينا نثبت معا من هو. حسنا، أنت اذهبي وأنا سأنضم إليك. عظيم، إذا سأنتظرك في المطبخ. حسنا، وماذا حدث؟ هل نجحتي؟ فتيات، قلت لكما أنني سأشتت انتباهها. وماذا بعد؟ أخبرينا بسرعة. لم ينجح الأمر. كل شيء، ما كان علينا عطاؤك هذه المهمة. فتيات، سأصلح كل شيء. يا له من يوم جميل. هيا أسرعي. لا أستطيع، هذا الثوم رائحته كريهة جدا. ومصاص الدماء يموتون منه. أنا لا أفهم ماذا تنوين فعله على الإطلاق. في الكتاب أنه للتخلص من مصاص دماء عليك إلقاء الثوم عليه. أمي، لم أكن أعتقد أن الأمر سيكون فظيعا هكذا. أنا لا أفهم لماذا تكرهينه هكذا. أنا رائحة الثوم تؤلم عيني. لا، رائحتها طيبة. ها هو، استعدي لتصوير، سنقيم هنا استعراضا. نعم، جهزت الهاتف، أنا في الانتظار. أوتش. بهدوء. حسنا، صوري وأنا سأرمي. عملة. ثوم. ساعدوني.
من أحضروا إلى هنا؟ أتي 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 جيني، أرأيت كيف خاف من الثوم؟ إنه بالتأكيد مصاص دماء. ماذا؟ أين؟ ماذا؟ ألم تقومي بتصوير أي شيء؟ يا إلهي آسفة، ولكنني وجدت عملة. شكرا لك، كانت فرصة عظيمة لإثبات أنه مصاص دماء. لا تقلقي، سنخترع شيء آخر الآن. فلنذهب هيا. العملة رائعة حقا. شمس. حسناً، يبدو أنني سأحتاج للذهاب إلى المانيكير إن لن أستطيع التعامل مع أظافر كهذه بمفردي. أوه جيني، إنه هنا. هاي، لماذا أنت على الأرض؟ أريد أن لا يلاحظني. كيف أقومي بسرعة؟ يا إلهي، ما هذه الأظافر؟ يا للهول، حتى أنا لم يكن لدي مثلهم. كيف تنمو لديه بهذه السرعة؟ ربما بسبب عصير الطماطم. لا يمكن أن يكون هذا عصير. ماذا ستفعلين هذه المرة؟ دعينا نقترب أولاً. سوف يكشفنا بالتأكيد. لا تخافي، اتبعيني. انظري، لديه جواز سفر هنا. يا إلهي، ألست خائفة منه؟ يا إلهي، يكتب في جواز سفره أنه يبلغ من العمر 99 عاماً. هذا مستحيل. إذا كنت لا تصدقينني، انظري بنفسك. انتظري، يكتب هنا 29 وليس 99. كيف ذلك؟ لقد رأيت بيوم عيني أنه كان هناك 99 عاماً. يبدو أنه لديك هلوسات. فلنرحل جيني. أعتقد أن حان الوقت لإنهاء هذا. لا أستطيع أن أهدأ. لماذا تمشي ذهابا وإيابا؟ كيف يمكنكم أن لا تروا ماذا حدث هنا؟ بالطبع لا أرى أي شيء، لأنني أعاني من مشاكل في بصري. يتجول أمام عيونكم مصاص دماء ولا أحد ينتبه إليه. لأنني أرى المخاط فقط. مرحبا يا فتيات، هل أزعجكما؟ من الجيد أنك أتيت، ربما أنت قد تستطيع تهدئة ميا المجنونة. شكرا لك يا جيني على دعمك. ميا، ربما علينا التحدث أخيرا. حسنا، ولكن بشرط أن تتجسس معنا على مصاص الدماء. ميا، هل عدت لهذا المزاح مجددا؟ لم يعد هذا مضحكا. وأنا خائفة، أنا بحاجة للإبلاغ عنه حتى يأتي أحد ويخلصنا من الأستاذ هيري. ميا، فلنتحدث معك في المرة القادمة، لأنني أرى الآن أنك لست على ما يرام. ولكن إيريك، يا إلهي، لا أعرف ماذا أفعل. انتظريني هنا، سأذهب وأحضر لك بعض الأدوية لأنك ستحتاجين المسكنات بالتأكيد. ها؟ على الأقل جيني ستساعدني بطريقة ما. ربما علي تغيير ملابسي. أوش، آسف على الإزعاج. ماذا؟ أوه لا، مصاص دماء في الخزانة. يا إلهي، أن الشمس مشرقة جداً اليوم. فتيات، هيا معي على الفور. لحظة، أشحي بهدوء، ماذا حدث؟ كالعادة، الأستاذ مصاص الدماء في غرفتنا. ولكن كيف سيدخل الغرفة إذا كنا لسنا هنا؟ هل تعتقدين أنه يجيد الانتقال الآني؟ ربما. فتيات، يجب أن تساعدوني، أنا وجيني لا نستطيع فعل ذلك بمفردنا. ساندي، ما رأيك؟ لا أعرف، يجب علينا أن نذهب إلى الغرفة ونلقي نظرة، ربما قد تكون هذه الحقيقة. فلنذهب. لحظة، لماذا تقفان مع المظلة؟ مظلة؟ كيف أشرح لك؟ سوف تمطر قريبا، لذلك جهزنا أنفسنا. فهمت، إذا فلنذهب بسرعة، لا يمكننا أن نفوت ذلك. فتيات، إنه هنا. هل أنت متأكدة؟ بالطبع، إنه في الخزانة. هيا. حسناً، دعينا نرى. لقد أخبرتكما أنه هنا. ميا، المكان فارغ. واو، مفهوم، حظاً سعيداً. وداعاً ميا. وداعاً. ولكن لا، ماذا أفعل؟ إلى أين ذهبت جيني؟ كفى، لابد أن أوقف ذلك. فوخ، وأخيراً وجدت هذا الملح، لا أستطيع لمسه. أو أقصد باختصار، امسك بالملح. أعطني إياه. ما هي الخطة القادمة؟ أريد أن أضع الملح بالقرب من الماء. مصاصو الدماء يخافون
جدا. ميا لقد تماديت كثيرا. أريد أن أفرض على الجميع أن الأستاذ هاري مصاص دماء. ميا لا تفعلي ذلك، فلنرحل من هنا. أريد أن أنهي ما بدأته. سيخرج الآن. حسنا، من كان يطرق بابي؟ وأستاذ غاري، طرقنا عن طريق الخطأ ولكننا سنغادر الآن. لا لا نرحل. أستاذ هاري، إن جاك من الصف المجاور كسر النافذة في الممر. ماذا؟ النافذة الجديدة؟ إذن سأتعامل معه الآن. نعم نعم، فلنذهب بسرعة قبل أن يغادر مسرح الجريمة. أتعرف أنت؟ دعوا المدير يحل المشكلة، أنا مجرد مدرس بسيط في النهاية. ولكن أستاذ هاري، بدون مساعدتك لن نستطيع معاقبة جاك، فلنذهب. ميا، لقد أخبرتك أنني لا أستطيع المجيء. أرأيت؟ قلت لك أنها فكرة غبية. أرأيت أنه لم يستطع أن يخطو فوق الملح؟ ميا لقد سئمت منك بالفعل، أردت حقا مساعدتك ولكنني أرى أنك مجنونة فقط. ولكن كيف لا تلاحظين أنه مصاص دماء؟ إلى اللقاء، لا أريد التحدث معك بعد الآن. توك توك، هل يمكنني الدخول؟ خذ هذا. ميا ماذا تفعلين؟ إريك، هذا أنت، لقد أخفتني. أنت التي أخفتني يا ميا، لقد أحضرت لك زهور وأنت تستقبلينني هكذا؟ أنا آسفة، كنت فقط قلقة جدا. حسنا تفضلي، هذه زهور لك. شكرا. ما رأيك أن نخرج في موعد أخيرا؟ لا أريد الخروج إلى أي مكان، أنا لست مطمئنة، أشعر بالقلق الشديد في هذه المدرسة. ميا أعلم أنك ستعتادين عليها قريبا، دعينا توقف، سأعرف كيف أثبت لك بأن الأستاذ هاري مصاص دماء. هل ستساعدني ميا في ذلك؟ ميا هل بدأت مجددا؟ ولكن إريك، أنت الوحيد من يمكنه فهمي. لقد حذرتك، لقد سئمت من سماع نفس الشيء مرارا وتكرارا. لقد أصبحت وحيدة ولا أحد يصدقني. كفى يا ميا، حان الوقت لننفصل، نحن مختلفون تماما. إريك لا تتركني، أنا خائفة، هل سترحل؟ نعم سأتركك، عندما تتوقفين عن التكلم باستمرار عن مصاص دماء حينها إذن سنتحدث. أريد الرجوع إلى المنزل. رائع. أستاذ غاري دراكولا، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد، أنت مدرسنا المفضل. شكرا جزيلا لكم على عدم نسيان حفلة اليوم. اليوم هو عيد ميلادك، كيف نستطيع نسيان هذا؟ بلغت اليوم 100 سنة. ها، لم أكن أعرف أنه لدي 10 سنوات. جيني، هل أنت غبية؟ أين الصفر الآخر؟ أوبس، نسيت تماما. والآن كل شيء صحيح. كم أنا سعيد أن لدي طالبات رائعة مثلكن. أستاذ غاري، متى آخر مرة غسلت أسنانك؟ قريبا ستكون مدرستنا الأفضل في المدينة كلها. دعونا نقيم حفل القراصنة عندما يأتي جميع الأصدقاء. لماذا ننتظرهم إذن؟ نستطيع الاحتفال الآن. رائع. لماذا يحصل كل هذا معي؟ مرحبا أمي، خذيني من هنا، إن الأمر مخيف جدا. حولي مصاص دماء. ولكن أمي، أنا لا أكذب. حتى أمي لا تصدقني. من أين هذه الأغنية؟ هل هناك حفلة؟ إن صوت الموسيقى عالي جدا. سعيدة للغاية لأننا مصاصو دماء. أوافق الرؤية، يمكننا أن لا نخاف من شيء وأن نعيش إلى الأبد. فتيات، أين إيريك؟ سأنادي الآن. ما هذا؟ حفلة؟ ميا؟ يا إلهي، لقد رأتنا بالفعل. هل أنتم جميعا مصاصو دماء؟ لا يمكن ذلك. أستاذ هاري، هل يمكنني التعامل معها؟ لا لا، اتركوا
اتركوها لي. إريك، هل تتخيل أن الكل مصاص دماء؟ جيري، نيكي وساندي أيضا. هل أنت هنا أيضا ساندي؟ نعم، أنني أركض بسرعة، أليس كذلك؟ إريك، ماذا يحدث هنا؟ كيف أشرح لك؟ هل هذا يعني أنك مصاص دماء أيضا؟ نعم، لدينا مدرسة مصاصي دماء، نتعلم هنا كيف نستخدم قوتنا بشكل صحيح. لماذا لم تخبروني من قبل؟ أتودين أن تشربي هذا؟ لا، لا أريد ذلك. لقد تم دعوتك إلى هذه المدرسة كي تكوني واحدة منا. ماذا؟ واحدة منكم؟ كانت تنقصنا هستيرية مجنونة مثلك سيندي، فلنقم بالعمل. لا، مصاصو دماء هنا، لا، اذهبوا بعيدا، اذهبوا. مصاصو دماء يهاجمونني. ماذا؟ هل كان هذا حلم؟ انه كابوس. ابنتي استعدي سريعا، ستذهبين الى المدرسة الجديدة قريبا. المدرسة الجديدة؟ امي لا اريد الذهاب الى اي مكان. كيف ذلك؟ لقد اتفقنا معك، خاصة ان اريك سيكون هناك. لا لا لا، لا اريد اصدقاء. ماذا لو كانوا مصاصي دماء؟ لابد انك رأيت كابوسا مريعا. نعم امي، لقد كدت ان اصبح مصاصة دماء. اهدئي، انت فقط قلقة بشأن اليوم الدراسي الجديد. ربما. لقد أعددت لك وجبة الفطور، سأحضر لك عصير الطماطم المفضل لديك. عصير الطماطم؟ رهيب، لن أشربه مجددا. كم هو مؤلم، هناك شيء حاد. ما هذا؟ هل هذا ناب مصاص دماء؟ ميا، أين أنت؟ يا لك من عنيدة، ستفعل أي شيء كي لا تذهب إلى المدرسة.